100 يوم مرت على حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبلاد، 100 يوم أفعال لا أقوال، أعاد فيها الأمن والأمان لمصر، حارب فيها الإرهاب، أطلق مشروعات قومية عملاقة، رسم فيها طريق للإصلاح الاقتصادي في مصر ومنظومة دعم الطاقة، وأعاد عجلة الإنتاج المصري للدوران، أعاد سيادة مصر لكل قرار، ووحد الشعب كله تحت شعار تحيا مصر. ورغم صعوبة المهمة إلا أن دلوقتي أعتقد الأمل بقى موجود في قلب كل مصري، وأقدر أقول كمان أن 100 يوم تبدل فيها اللكنة من الأنا لنحن. دلوقتي كل حاجة بنسمع الرئيس بيقول نحن، ما بيقولش أنا أبدا، وأعاد لمصر، أعاد مصر للعالم، وجعل العالم يحترم القرار المصري. تحية من كل الناس في برنامج الناس لرئيس مصر. النهاردة بقى احنا هنتكلم عن الاقتصاد المصري والاستثمار، وهنتكلم عن صرح كبير من الصروح المصرية الواعدة اللي ان شاء الله احنا بنحط عليها امل كبير جدا عشان النهوض بالاقتصاد المصري. بالقرار الجمهوري رقم 355 لسنة 2000 وعلى مساحة حوالي 600 فدان، وصل دلوقتي لحوالي 700 فدان، تأسست شركة مصرية هي شراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. صرح كبير من صروح التكنولوجيا، واجهة حضارية لمصر بطراز معماري فريد. المرحلة الأولى من المشروع فيها أكتر من حوالي 160 مقر لشركة وأكتر من 40 ألف عامل. أنا في الحقيقة مش عايزة أتكلم كتير لأن دي كلها معلومات إحنا هنتعرف عليها من ضيفنا في مصر، هو أحد رواد تكنولوجيا البحث العلمي والاتصالات. هو دايما بيحاول يعمل عشان يرفع كفاءة هذا المنتج، مش بس في مصر لكن كمان قدام العالم كله، بيخطط من أجل الجودة والصعود للعالمية. ضيفنا النهاردة دكتور عادل دانش، هو رئيس مجلس إدارة القرية الذكية في مصر والعضو المنتدب. مساء الخير دكتور عادل، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. إحنا هنتوقف بس مع حضرتك وكل مشاهدينا فاصل سريع جدا ونبدأ بقى نتكلم عن القرية الذكية. ما هي العوامل التي تساهم في خلق بيئة عمل ناجحة؟ أن تتوافر بالمكان بنية تحتية وأساسية قوية وموقع جغرافي متميز، إلى جانب آليات تساهم في راحة العاملين بالمكان. وهذه العوامل بالطبع تتواجد بداخل مجتمع يهدف ويسعى بجدية نحو النمو والتطور. مجتمعات العمل المعاصرة عالمياً تتوافر بداخلها العديد من الخدمات، ومنها ما هو ليس مرتبط مباشرة ببيئة العمل بل بالترفيه أيضاً، وذلك لأن العاملين بداخل هذه المجتمعات بحاجة إلى ممارسة الرياضة وتوافر سبل الترفيه، وهذا يساهم في نجاحهم وبالتالي نجاح المؤسسات التي يعملون بها. مرة تانية برحب بضيفي الكريم دكتور عادل دانش، رئيس مجلس إدارة القرية الذكية والعضو المنتدب. ومعنى قرية ذكية، الذكاء ده صفة جميلة جدا لما يطلق على مجموعة من المباني، أكيد دي فيها حاجة مميزة جدا، الهدف منها إيه؟ يطلق على الناس اللي كمان اللي موجودين جوه القرية الذكية، يعني أهم، يعني هي مش مجموعة مباني، القرية الذكية أكبر من كده بكتير. يعني القرية الذكية صحيح فيها مباني ومباني جميلة والشكل نفسه شكله جميل قوي، انما تعالي نشوف كده ايه المكونات الرئيسيه بتاعه القريه الذكيه. القريه الذكيه هنلاقي فيها زي ما بتقولي حضرتك كده مباني، فيها شركات، انما هنلاقي فيها كمان ناحيه تعليميه، ففي حضانه وفي مدرسه وفي جامعه وفي الاكاديميه، اكاديميه النقل البحري موجوده عندنا وفيها عدد كبير من الطلبه وبتتوسع جوه القريه الذكيه، في مراكز بحثيه، في جزء حكومي اللي هي موجود وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهاز بتاع الاتصالات موجود برضو معانا جوه القرية الذكية،
مركز توثيق التراث الحضاري برضو موجود جوه القريه الذكيه، هيئه البريد موجوده هناك، زائد في حي مالي جوه القريه مش بس شركات بتاع التكنولوجيا معلومات واتصالات، عندنا برضو حي مالي كبير في البورصه المصريه، في هيئه الرقابه الماليه، في مجموعه من البنوك موجودين جوه القريه. فكل دول لما تحطيهم مع بعض كده بيخلقوا بيئه مشجعه جدا على الاستثمار وعلى الابداع جوه من الناس اللي موجوده جوه القريه. طب هو المسمى بتاعه هو شراكه ما بين الحكومه والقطاع الخاص، بمعنى ايه؟ بمعنى ان لما ابتدت الفكره بتاعت القريه الذكيه كان في ارض مملوكه للدوله، وكان في احتياج من الشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انها تتواجد كلها في مكان واحد. فالتقت هذه الاراده الاثنين مع بعض كده وقالوا ايه، طيب هنعمل شركه الحكومه هتخش ب 20% هي تمثل قيمه الارض اللي موجود عليها شركه القريه الذكيه، والقطاع الخاص يمول ال 80% التانيين في صوره نقديه يعني. وتكونت هذه الشركه تحت قانون 8 للاستثمار، وابتدت انها اول حاجه طبعا تعملها انها تخلق البنيه التحتيه اللي موجوده فيها علشان من شوارع ومن شبكات. ده شغل حكومه، يعني الحكومه هي اللي عملت البنيه التحتيه. البنيه التحتيه دي الشركه نفسها هي اللي عملت هذه البنيه التحتيه، طبعا بالاشتراك مع الحكومه وبالاشراف بتاع الحكومه يعني. انما في بنيه تحتيه، وكان الهدف ان تتعمل بنيه تحتيه على مستوى عالي جدا ومستوى عالمي، بحيث ان الشركات اللي تيجي تشتغل بعد كده تلاقي بنيه، يعني تلاقي زي فرشه كده قويه صلبه تقدر انها تبني عليها مش بس المباني، انما تبني عليها بقى المستقبل بتاع القريه نفسها يعني. طيب حضرتك ذكرت ان في شركات كتير وبنوك وشركات للاموال ووزارات، ايه اهميه ان كل الشركات دي او المؤسسات دي تتواجد في مكان واحد؟ اكيد بيبقى في تبادل خبرات مثلا، يعني اهميتها ايه؟ اهميتها ان التواجد بتاعهم مع بعض. ناخد مثلا مثال، احنا بننظم زي لقاء شهري كده لكل الشركات اللي موجوده جوه القريه الذكيه لرؤساء هذه الشركات ان هم يتكلموا مع بعض. القريه فيها شركات كبيره وشركات متوسطه وشركات صغيره جدا، يعني بيبقى فيها اربع خمس اشخاص اللي بيسموهم ستارت ابس، شركه لسه مخلوقه ولسه مبتديه في العمل بتاعها، وبيبقوا شباب صغيرين. الشباب دول يهمهم جدا ان هم يلتقوا مع الشركات الكبيره، والشركات الكبيره بتبقى محتاجه لهم انها علشان توسع المجال بتاع العمل بتاعها انها تقعد وتتكلم معاهم وتفهم منهم هم عايزين ايه، والشركات الصغيره بتجد بقى شريك لها تقدر انها تشتغل معاه. طيب في كان يعني تقرير نشرته اكثر من مجله عالميه بيوضح ان القريه الذكيه او القرى الذكيه لها اهميه كبيره جدا في الدول، وبتقاس يعني مدى تقدم الدول دي بمدى وجود يعني ما يشبه بالقرى الذكيه. هل دي كانت فكرة إحنا يعني مصر هي اللي ابتدعتها موجودة في مصر، ولا خدناها من بعض دول أجنبية دول عربية، يعني عشان الناس بس تعرف أكتر عن القرية الذكية؟ متهيألي أول قرية ذكية أو أول تجمع فكري من هذا النوع تكنولوجي يعني كان موجود في أمريكا في الساحل الغربي في منطقة اسمها يعني جنوب سان فرانسيسكو، في حتة اسمها البي إيريا بتاعت سان فرانسيسكو، وكانت البداية بتاعتها جامعة ستانفورد. جامعة ستانفورد كانت موجودة هناك، شركة انتل راحت وعملت زي مركز ابحاث هناك، وابتدت الشركات الاخرى تتلم حواليها، ولغاية ما ابتدت المنطقة دي تبقى منطقة كده بالصدفة يعني نتيجة وجود الجامعة ونتيجة وجود هذه المراكز البحثية. ما كانش مخطط لها هذا النجاح، ما كانش مخططة قوي يعني، لانها ابتدت من فترة كبيرة قوي ولسه ما كانش فيه موضوع الكمبيوترز وموضوع التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ما كانش لسه يعني واخد الشكل اللي هو واخده اليومين دول يعني. فابتدت الاول تجمع زي مثلا ما تلاقي حركة في المحله الكبرى، شركات اللي هي النسيج بتتجمع في المحله الكبرى يعني. طبعا ما فيش شك ان وجود جامعه ستانفورد ووجود شركه انتل موجوده هناك هو ده اللي خلى يتلم حواليهم عدد كبير قوي من هذه الشركات، ونمت هذه المنطقه بشكل قوي جدا يمكن في الستينات والسبعينات بشكل يعني غير طبيعي، لانهم بيلاقوا نفسهم مع بعض في منطقه واحده وبيقدروا ان هم يكتسبوا خبرات بعض وكده يعني. وتم تسميتها برضو سمارت فيليج هناك. لا ما كانش اسمها سمارت فيليج، اسمها تسميه مصريه، اسمها سيليكون فالي، قريه ذكيه. الاسم القريه الذكيه ده تسميه مصريه الحقيقه، صاحب الفضل يعني في تسميه هذه القريه الذكيه الدكتور علي الحفناوي اللي هو كان اول رئيس لشركه القرى الذكيه يعني. فالتسميه جت من كده يعني. هو كمان المهندس المعماري اللي هو المهندس المعماري اللي اشرف طبعا على الفكر العظيم اللي احنا او الشكل الجمالي
البديع اللي احنا بنشوفه النهارده في القريه يعني. فالتسميه جت من كده، انما في امريكا اسمها سيليكون فالي، في فرنسا في واحده ثانيه في جنوب فرنسا برضو لها اسم مختلف، وفي كل مكان هتلاقي حضرتك منطقه تكنولوجيه باسم مختلف يعني. ومجموعه القرى التكنولوجيه اللي في العالم، لانهم لقوا نفسهم كل واحد منهم عايز يعني يكتسب الخبرات من الثاني، عملوا زي منظمه دوليه كده لمراكز التكنولوجيا المتقدمه في البلاد المختلفه يعني. بس انا حاسه من كلام حضرتك ان هي مش موجوده في بلاد كتير يعني، بنتكلم في امريكا في بعض الدول الاوروبيه يعني. تخيلت ان حضرتك هتقول لي ده، يا دي موجوده في كل بلاد العالم، معنى كده ان مصر لها مكانه هايله. طبعا مصر لها مكانه كبيره قوي في الحته دي يعني. ان مثلا في فرنسا في حته اسمها صوفيا انتيبوليس اللي هي موجوده في جنوب فرنسا، انما في بلاد تانية من البلاد الناميه هتلاقي فيها حضرتك ابتدت مثلا شويه اليومين اللي فاتوا دول او سنتين ثلاثه اللي فاتوا يبان في امريكا اللاتينيه بعض القرى التكنولوجيه. طبعا من الاماكن اللي فيها تكنولوجيا عاليه جدا الانترنت سيتي بتاعه دبي، ودي كانت ابتدت برضو من زمان يمكن قبل سنه 2000 بشويه يعني، ودي كانت نقطه جذب مهمه جدا لشركات بتاعه الاتصالات. يمكن احنا خدنا الفكره او حاولنا ان احنا يعني لا ما خدناش الفكره من حد يعني، يمكن هي فكره مصريه صميمه يعني، جت من الاحتياج فعلا بتاع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي موجوده في مصر انها تتجمع ويبقى لها كيان ويبقى لها شكل موحد في منطقه موحده يعني، فكره مصريه 100%. طيب احنا بدات المكالمات تتهافت علينا، فبستاذن حضرتك معانا الاستاذ احمد البرعي من القاهره. استاذ احمد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اولا احمد برعي من كفر الزيات. كفر الزيات، اهلا بحضرتك. انا عايز اقول انا مبهور جدا بالنوعيات والموضوعات اللي انت بتختاريها انت والمعز. بشكر حضرتك، حاجه جميله رجعت المشاهد للتلفزيون المصري. ومبهور بحاجه تانية، ما بتخليناش نضرب على 0900 وبتكلفونا، لان ده تلفزيون الشعب ويا ريت البرامج التانية تعمل كده. عايز اخش في الموضوع. اي حاجه تنجح في مصر عاوزه اراده سياسيه. أي. زي مشروع قناه السويس. القريه الذكيه دي عاوزه اراده سياسيه وتوفير مناخ. ليه؟ احمد زويل ما كانش متفوق في الجامعه، اتوفر له مناخ في امريكا باحمد زويل، لكن لو تنه في مصر ما كانش اكتر من مدرس علوم مرمي في اي قريه. انا عايز اراده توفير مناخ. شكرا احمد برعي كيف ازاي. بشكر حضرتك استاذ احمد. طب قبل ما نجاوب عشان عايز حضرتك تعلق على الموضوع ده عشان ده موضوع مهم جدا، بس معانا الاستاذ وحيد من الجيزه عشان نجاوب على الاثنين مع بعض. استاذ وحيد مساء الخير، ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذه ايمان وازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك استاذ وحيد، متابعنا يعني دايما. انا بشكر الجيش من بعد الثوره 25 يناير. أيوه. بيعملوا عندنا منطقه صناعيه في قرية جرزة وقرية نموذجية. طب وإيه رأي حضرتك في القرية الذكية والمشروعات المشابهة يعني نقول زي المشاريع المشابهة عندنا بيعملوا في قرية جرزة، وأنا طلبت من معالي المحافظ إن أنا تابع جمعية حقوق الإنسان أشرف عليها. أي. والنائب بتاع المحافظ الجيزة مش راضيين يمدولي على الطلب، ومحافظ الجيزة معطلك معايا، فنعمل إن المشاريع اللي هي بتتعمل في الصحراء الغرباء اللي تبع قرية جرزة يتعمل فيها مدرسة، يتعمل فيها مجزر إن شاء الله. بنعمل يكون المحافظ سامح حضرتك عشان يعني المشروع ده بيتم. نرجو من سيادتك ما تقطعنيش في الكلام، نرجو نعمل فيه مدرسة عامة، مدرسة صناعي. طبعا أنا ليا طلب عند سعادتك في واحدة اسمها إيمان محمد السيد، طبعا معاها جواب تعيين من رئيس البحوث بتاع الجيزه الدكتور اشرف. لو ده أشرف. طلب لو طلب شخصي يا استاذ وحيد، بس اسمح حضرتك في الكنترول تسيب الرقم واحنا ان شاء الله هنحاول نشوف ده على الجواب. بشكر حضرتك استاذ وحيد. يمكن الاستاذ احمد قال موضوع مهم قوي، العقول المصريه يعني. فعلا لو كان دكتور احمد زويل وكتير من امثاله توفر لهم المناخ اللي موجود في مصر، عشان كده حتى حضرتك ذكرت ان في القرى الذكيه على مستوى العالم بيكون في جامعه موجوده في التجمع. تمام. احنا هنا عندنا جامعه برضو في عندنا اكتر من جامعه، عندنا جامعه النيل موجوده في جوه القريه الذكيه نفسها، في اكاديميه النقل البحري موجوده جوه القريه الذكيه، وفي حاجه اسمها الاي تي اي انفورميشن تكنولوجي انستيتيوت دي برضو موجوده، في معهد الاتصالات موجود جوه القريه الذكيه، كل دول موجودين جوه القريه الذكيه، وده مهم جدا. زي ما قال المتحدث الاول، متهيألي من المهم جدا يعني، وده اللي بتعمله فعلا القريه، ان يبقى في مناخ او بيئه ملائمه علشان اللي عنده قدره ابداعيه يقدر ينمي هذه القدره ويقدر ان هو يحول هذه القدره الابداعيه الى واقع. بمعنى ايه؟ ان من ضمن المكونات الاساسيه للقريه الذكيه ان في حاجه اسمها حضانه، مش حضانه بتاعت اطفال انما حضانه للشركات، حضانه لفكره، حضانه لمشروع.
حضرتك دي تابعه للكيان كله للقريه الذكيه كلها ولا تابعه لشركات معينه؟ تابعه لهيئه تنميه صناعه التكنولوجيا للاتصالات والمعلومات اللي هي ايتيدا اللي موجوده جوه القريه الذكيه واللي بتتبع وزاره الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات. ايتيدا عندها يعني احد الاهداف بتاعتها انها تعمل حضانات، والحضانات دي بيخش فيها المبدعين، وهي حتى من ضمن اهدافها برضو انها تساعد المبدعين ان هم يحولوا افكارهم الى شركه، فتعلمهم يعني ايه لو عندك فكره كويسه او عندك براءه اختراع لازم يكون عندك برضو حس مادي او حس يعني شويه بيزنس كده. طب حضرتك الحاجات دي مقصوره للجامعات الموجوده داخل القريه الذكيه؟ لان حضرتك دي مشكله المصريين، عندنا مبدعين كتير ومخترعين، للاسف الاختراعات بتؤخذ وبتوضع في الادراج. لا بالعكس، ده ممكن يجي ويتكلم مع ايتيدا اللي هي الهيئه. طب حضرتك هل بيتم الاعلان عنها؟ يعني عشان احنا دلوقتي لو بنتكلم بكل شفافيه، ازاي لو في واحد مصري دلوقتي عادي وعنده اختراع ومش عارف يوصله لمين، او عنده فكره ممكن تنهض بالاقتصاد المصري او اي مشروع، مين يساعده؟ لو فكره تكنولوجيه ايتيدا طبعا هي، وايتيدا دي احسن طريقه للتواصل معاها عن طريق الويب سايت بتاعها، عن طريق الموقع بتاعهم اللي موجود على الانترنت، يخش يدور على كلمه ايتيدا او هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات، هيخش وهيلاقي ازاي كيفيه التواصل مع ايتيدا علشان يقدر يعرض عليهم الفكره بتاعته. وبالفعل حضرتك بتجي لهم مشاريع وفي مشروعات وفي انا عارف ان في الحضانه بتاعت ايتيدا النهارده في اكتر من 10 15 مشروع موجودين وشغالين، وهي الفكره بتاعت الحضانه ايه؟ ان هو بيحتضنه لفتره معينه. أيوه. وبعدين بيقول له بدعمه مثلا ماليا وفكريا، بجيب واكتر من ماديا، ان انا بساعده انه ازاي يحول الفكره بتاعته الى مشروع يقدر يعتمد بيه على نفسه. وعشان كده بنقول له تقدر تقعد فتره معينه بس جوه الحضانه دي، علشان بعد هذه الفتره المفروض تبقى تقدر تعتمد على نفسك وتدي فرصه لغيرك ان هو يخش مكانك، ياخد مكان جوه الحضانه ويقدر يحول هذه الفكره. ده مشروع هايل جدا، نستسمح حضرتك هنبعت كاميراتنا عشان نصور الموضوع ده ونشوف فعلا المبدعين الموجودين معانا. ومره ثانيه استاذ سيد من القاهره. استاذ سيد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. سعادتك نأمل أن الأستاذ العظيم الذي في برنامجكم أن في القناة دكتور عادل دمش، دكتور عادل دمش الذي منور قناة الناس، نأمل أن مشروع القرية الذكية تتعمم في الصحراء وتتعمم على جميع الجمهوريات مصر العربية والمراكز، أن ده راجل صاحب فكرة جميلة وفكرة عبقرية. وأنا رحت في قرية مركز العيار قرية المصرية وبخاطب رئيس بنك التنمية الزراعي، البنك مخله للإزالة وهياء على العمال، يعني رحت مصلحة هناك، البنك تبع المصرية تبع التنمية الزراعي مخل وهياء على العمال، فرجوا من رئيس البنك التنمية الزراعي يقوم لجنة في بنك التنمية الزراعي بالمصرية تبع مركز العياط، البنك كله مخل ومشقق والعمايرة تقع والأرض خلت. طب بس اسمع حضرتك يا استاذ سيد، برضه ممكن تسيب نمره حضرتك في الكنترول، وان شاء الله هيكون ده موضوع من موضوعاتنا في برنامج الناس بعد كده. الاستاذ محمد من الاقصر. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، انا بمس عليكي وعلى الدكتور عادل، وبصراحه انا يعني معجب جدا بالحوار البيدور والافكار الجديده اللي هي طبعا هنخلي مصر تعيد تاني للزمن الجميل بفضلكم وفضل افكاركم الجميله ورئيسنا. هل حضرتك تتمنى يا استاذ محمد يبقى في مشروع زي القريه الذكيه في الاقصر؟ يا فندم انا اعتقد كل مصر بيحب بلده هو يتمنى ان نعم اتفضل حضرتك. كل مصري يتمنى ان تكون بلده احسن بلد في الدنيا، بس المفروض احنا يعني في مدينه الاقصر نتكاتف مع الناس القيادات اللي هم ماسكين البلد ونساعدهم. أيوة. ما نحطش يعني قدامهم على قيد ان الناس دي ناس محترمه وعارفه بتعمل ايه، احنا كمواطنين او مواطن الاقصري المفروض ابقى اساعد الناس دي، الناس دي عارفه وفاهمه، وانا بحييكم فعلا وبحيي اسره البرنامج وبشكركم. شكرا لحضرتك، ويا رب المصريين كلهم يكون عندهم الوعي ده، ويمكن من الحاجات الجميله اللي يعني انا كده تصفحت وقريت ان شاء الله هيكون في مشاريع في الصعيد، مش شرط في الاقصر لكن قريبه، لان عارف حضرتك الهجره للقاهره دايما البحث عن الرزق والعمل دي اصبحت مشكله وفي تكدس كبير. مفيش شك مشروعاتكم المستقبليه مهم جدا ان تبقى يعني المثل اللي هو بتاع القريه الذكيه ده نقدر ناخده ونطبقه في اماكن اخرى في محافظات اخرى جوه مصر. القريه الذكيه نفسها كشركه بتطبق هذا الموضوع
النهارده في محافظه دمياط في حوالي 100 فدان هناك هنطبق فيهم نفس، يعني جايز ما يكونش بالظبط نفس الطريقه انما بطريقه مشابهه جدا. يعني بالفعل بدانا في التصميمات وحطينا عندنا تصميمات وعندنا المخطط العام وعارفين بالظبط احنا عايزين نعمل ايه وعملنا مجموعه دراسات ودي شراكه برضو ما بيننا وبين الحكومه ان احنا نعمل حاجه مشابهه للقريه الذكيه في دمياط. هل برضو هتبقى يعني الاتصالات واخده جزء كبير قوي منها ولا احتياج دمياط مختلف؟ احتياجات دمياط اعتقد انها مختلفه شويه عن احتياجات القاهره يعني، انما هي في الاخر الهدف ان احنا يعني نخلق منطقه يقدر نخلق فيها فرص عمل للشباب اللي موجودين في المناطق اللي احنا رايحين نستثمر فيها يعني. فما فيش شك ان دمياط يمكن احتياجاتها تبقى مختلفه، جايز محتاجين اكتر مثلا لمستشفى ومدرسة ومباني، بعض المباني الإدارية يعني الناحية الخدمية جايز تبقى مهمة، جايز يبقوا محتاجين أكتر برضو حاجة زي مثلا مول أو حاجة زي كده تبقى موجودة. بتحددوا ده إزاي؟ بتقعدوا مع مثلا مع المحافظ دراسة ومين بيكون في شركات مين؟ في شركات متخصصة بتروح تعمل دراسات ميدانية في المحافظة نفسها وتعرف الناس محتاجة إيه اللي موجود النهاردة عشان ما نكررش حاجة موجودة يعني، نعرف إيه الاحتياجات بتاعت الناس اللي موجودة النهاردة هناك ونعمل نحاول نلبي هذه الاحتياجات، وفي نفس الوقت ممكن تخلقي نوع من الطلب على حاجه معينه، يعني ممكن لما يبقى في الناس لما تلاقي مثلا ان في فندق كويس معقول فهتلاقي الناس تقدر تروح وتستثمر اكتر في المنطقه بتاعه دمياط. الوزاره الحقيقه برضو واخد دور مهم جدا في هذه الناحيه، معنى ايه؟ لما نجحت المنطقة التكنولوجية بتاعت اللي احنا موجودين فيها اللي هي القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية اللي بتشرف عليها الوزارة في منطقة المعادي، قالت طب ما هو نفس الشكل ده احنا ممكن نطبقه في محافظات أخرى، فاختارت حوالي 6 أو 7 محافظات عشان تطبق فيها نفس الفكرة دي يعني. لقيتوا فيها المساحات اللازمة ليكوا لأن دي بتتطلب مساحات بتتطلب طبعا ما هو ده بالتنسيق مع الوزارة والحكومة إن احنا ناخد أو يعني الوزارة تاخد الأماكن اللي هي موجودة مثلا وفكروا في محافظات الصعيد أعتقد إنها في أسوان وبني سويف ويمكن أسيوط وفي الوجه بحري في اسكندرية أعتقد موجودة والسادات وفي دمياط وفي مدينة السادات وطبعا المهمة جدا اللي هي الإسماعيلية اللي هي كانت زمان أو ابتدت زمان بفكرة اسمها وادي التكنولوجيا بتاع الإسماعيلية وهذه المنطقة واعدة جدا لانها قريبه من القاهره على القناه على طول او في قريبه من قناه السويس ودي ممكن تبقى يعني ممكن نفكر بقى كويس قوي ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل في منطقه او القريه الذكيه اللي تبقى موجوده. لسه هنفكر ده المفروض اول المشروعات اللي نبتدي نفكر فيها او نبقى خلاص خدنا فيها القرار، احنا شفنا اول بس ما بدانا نقول ان احنا بنحفر قناه جديده 64 مليار اتجمعوا في اسبوع. حاجه مبهره حقيقة. حاجه فعلا مبهره. طب مشروع تنميه قناه السويس ده يعني اعتقد برضه تنميه محور قناه السويس ده من المشاريع الواعده. طبعا نحتاج قريه ذكيه. المشروع كله واعد، الفكره بقى ايه اللي نعمله هناك عشان يبقى ناجح جدا في منطقه وادي التكنولوجيا او المنطقه التكنولوجيه اللي تبقى موجوده في الاسماعيليه. ممكن نعمل نقول ايه؟ والله هنعمل صناعات خدميه. لو هنعمل خدمات من هذه المنطقه الصناعات الخدميه دي بتبقى محتاجه العماله كتير قوي. طب ايه نوع الصناعات الخدميه؟ هل هنعمل اعداد برامج، ناس يجي يقعدوا يعملوا برامج وكلام من ده؟ طب الناس اللي موجودين في المنطقه دي هل هم عندهم التاهيل اللازم ان هم يقعدوا يعملوا برامج ولا اعمل مثلا مراكز خدمه عملاء اللي هم بيردوا على المكالمات سواء لمصر